صباح الخير، النهارده هندرس مع بعض الكلمات المحيرة في نطقها، البرونسيشن بتاعها. أول كلمة مثلا كلمة ملابس، كلوس وليس كلوزس، كلوس. I bought some clothes yesterday. I bought some clothes yesterday. عندي كلمة بجانب أو بجوار، next to، next to، مش next to، next to. طيب أنا عندي كلمة مثلا مصمم معقد العزم، determined. I am determined to، I am determined to study hard. determined. عندي كلمة هوستل، هوسل، عدائي، هوسل. عندي مثلا كلمة زي فيرتايل، وي جرو انفيرتايل سويل، نزرع في تربة خصبة، أما الخصوبة فيرتيلتي عادي. طيب عندي كلمة توميتو، بعض الطلاب سألوني توميتو دي فروت ولا فيجيتابل يا مستر؟ توميتو لو اتاكلت رايب تبقى فروت، if it is cooked it's vegetable، يعني لو اتطبخت هتبقى خضار، لو اتاكلت كده هتبقى فروت. ورك، ورك وليست ورك. I am working in a school. I am working in a school. My father works at a big hospital.